وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم بعد تحية، في ضوء البيان المشترك خاصة فيما يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك ومكافحة الإرهاب، قراءتك وتقييمك لنتائج هذه الزيارة الاستثنائية الخاصة للرئيس الجزائري إلى مصر؟ اولا دي اول زياره للرئيس الجزائري لمصر، والحقيقه انه العلاقات سواء مصر او الجزائر من دول جوار ليبيا ودول افريقيه مهمه وفعاله. امتى البلدين مواجهه الارهاب وواجهه تحديات مشتركه، وبالتالي فالبيان المشترك مهم جدا في اطار سواء دعم فكره الانتخابات الليبيه بعد خروج المرتزقه والقوات الاجنبيه من ليبيا، وده يؤدي بالتاكيد الى استقرار المنطقه بشكل كبير والاقليم. المساعي الجزائريه والمصريه فيما يتعلق بدعم السياق الافريقي وتقويه افريقيا ودعم المسارات اللي حدثت على مدى السنوات الاخيره، ومصر طبعا الدائره الافريقيه بالنسبه لها دائره استراتيجيه، واعتقد الجزائر نفس الشيء. الزياره مهمه جدا، والمباحثات المشتركه بين الرئيسين في غاية الأهمية، لأنها بتدعم جهود كثيرة في سياقات مختلفة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، سواء التبادل التجاري أو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. نفس الأمر فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية، التعاون الاقتصادي طبعا، زيادة الاستثمارات بين البلدين، معدلات التبادل التجاري، الاشتراكات، تبادل الخبرات. مصر لديها تجربة والجزائر لديها تجربة، وبالتأكيد التجربة المصرية لافتة، وجزء مهم جدا انه كلا البلدين الامن القومي العربي يعني لا يتجزأ. مهم جدا دعم القضية الفلسطينية من سواء مصر او الجزائر، تفعيل اليات العمل العربي المشترك، استضافة الجزائر للقمة العربية القادمة. تبقى يعني ثقة مهمة جدا ان الجزائر تستضيف هذه القمة بشكل كبير، وبالتأكيد ستنجح في توحيد الرؤى العربية. الأوضاع الدولية والإقليمية طبعا في تنسيق بين البلدين الشقيقين على المستويات العربية والأفريقية. ملفات كثيرة أستاذ أكرم بالفعل يعني تمت مناقشتها، وتم أيضا الإعلان عنها في البيان المشترك الذي صدر في أعقاب المباحثات التي تمت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري. زيارة تبون بتأتي أيضا في ظل عدة متغيرات إقليمية ودولية. في هذا السياق، رؤيتك لجهود مصر والجزائر معا من أجل استقرار المنطقة، خاصة مثلما ذكرت في ضوء اقتراب القمة العربية القادمة بالجزائر؟ بالتأكيد كلا البلدين فاعلين جدا في سياق القضايا الإقليمية. اولا مصر بتدعم من دول جوار ليبيا، من مصلحه البلدين انه يكون في استقرار حقيقي سياسي والمسار السياسي، دعم المسار السياسي مهم، توحيد الرؤى العربيه، توحيد وجهه نظر مصر والجزائر في هذا الامر مهم. وبالتاكيد زي ما انت قلت، الزياره بتاعتي في وقت مهم جدا. المنطقه العربيه شهدت على مدى العقد الماضي اختلالات كثيره، ودول عربيه كثيره تعرضت الى فقدان القدره على السيطره او وجود تهديدات ارهابيه، وجود صراعات داخليه. بالتاكيد توحيد الرؤيه بين مصر والجزائر يدعم فكره عوده الاستقرار الى الاقليم العربي والى الدول العربيه مختلفه، ورفض واستبعاد التدخلات الخارجيه سواء بشؤون الدول العربيه او بالشان العربي بشكل عام، لانه دائما اعتقد انه كلما كانت الدول العربيه قادره على تنسيق مواقف كلما قل التدخل الخارجي او الاحتياج الى اي تدخل خارجي. في القضيه الفلسطينيه طبعا بالتاكيد مهمه، قضيه ليبيا في غايه الاهميه للبلدين، لانه ليبيا بتتعرض في ميليشيات خارجيه، في مرتزقه، في تدخلات خارجيه. فكره ان عقد الانتخابات سواء البرلمانيه او الرئاسيه الليبيه بالتاكيد بتنعكس على البلدين، وكمان الحقيقه مصالح الشعب الليبي جزء مهم جدا من الاستقرار السياسي، يصب لصالح الشعب الليبي وسيطرته على ثرواته وعلى امنه القومي، مما يدعم الامن القومي العربي بشكل عام والامن القومي لكل من الجزائر ومصر. وكمان استقرار الاوضاع في السودان، احترام سياسه وحده اراضيه، مما يمثله من اهميه بالغه بالتاكيد، شيء مهم جدا. منطقه الساحل والصحراء ضمن الاوضاع الحاليه اللي بتشهدها،
انه وقف تغلغل اي جماعات ارهابيه او متطرفه في المنطقه، وده مهم جدا لانه غرب افريقيا او افريقيا عموما والارهاب تهديد واضح، وكلا البلدين مصر والجزائر لديهم خبره، ومصر لديها خبره حديثه. نقطة أخيرة أيضا أستاذ أكرم، يعني أود أتعرف على قراءتك لها، وهي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الجزائري على أهمية التوصل إلى اتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. قضية الأمن القومي المائي وأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، قراءتك لهذا الملف الغاية في الأهمية أيضا؟ طبعا كان جزء مهم جدا ملف سد النهضة بما تمثله مياه النيل من اهميه بالغه للشعب المصري. وطبعا الجزائر دوله فاعله ولها علاقات افريقيه ممتده، واظن انه سيمكن ان تقوم بدور في هذا الامر، واظن انه خلال الفترات الاخيره صدرت بعض التصريحات يمكن ان تفتح باب، ومصر لديها مد ايديها بشكل واضح دائما في انها تضمن مصالح كل الاطراف، وانها ليست ضد التنميه في اثيوبيا، مع بشرط الا يؤثر ذلك على نصيب مصر والسودان من المياه. فالتوصل لاتفاق قانوني منصف ينظم عمليه ملء وتشغيل سد النهضه بيحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا بشكل عادل ومنصف، واظن انه الجزائر من المهم انها اطلعت على هذا الامر، وهي لديها اطلاع على هذا الملف المهم، ويمكن ان تقوم بدور فاعل في هذا الامر. واظن انه اصبحت الخطوط واضحه فيما يتعلق بدولتي المصب او دوله المنبع اثيوبيا، ودي يعني فرصه مهمه جدا لاثيوبيا لانها تندمج في سياق التعاون، ومصر دائما بترفع شعار التعاون والشراكه بدلا من الخلاف والصدام. فطبعا من المهم جدا انه الجزائر تقوم بدور مهم، وكلا البلدين الجزائر ومصر لهم دور فاعل في افريقيا، ومن المهم تفعيل الاتفاقات المختلفه، السوق الافريقي، التداول المختلف، كل ده يصب في ده. وايضا ملف سد النهضه هو ملف مهم، واظن انه يتجه الى حل بناء على الرؤيه المصريه التي تقوم على القوانين الدوليه وعلى عداله توزيع المياه باعتبار ان مصر من الدول ذات القطر المائي والتي تعتمد على نهر النيل اعتمادا رئيسيا هي والسودان، وبالتالي فان المهم ان يتم دعم هذا الملف بشكل كبير. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لك.